استهوتها مهنة الحدادة منذ نعومة أظافرها. مزاولة المهنة بالنسبة لها لا تقتصر على الرجال فقط، لكن الجنس اللطيف أيضاً يستطيع ممارستها وبحرفية شديدة. إكرام دباش، فتاة تونسية من ولاية سليانة شمال غرب البلاد، لم تكمل تعليمها في المرحلة الثانوية بكامل إرادتها لتتفرغ لفن الحدادة. بدأت غرامها بالحدادة في 15 من عمرها، فوالدها صاحب ورشة حدادة، ومنه تعلمت فنون هذه المهنة الصعبة. ملكة الحدادة كما تطلق على نفسها، واجهت اعتراضات كبيرة من أفراد أسرتها، لكنهم في النهاية اقتنعوا بموهبتها وأشاد بها زبائنها. الباب هذا كنت حاير فيه، نحب الباب من المدخل هذا نحبه بفرتي. قبل جبت واحد قال لي راهو ما يجوش باب حديد، قالت لي هي جبت لها الموضوع هكا، قالت لي خذت القياس بعد تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام مشي الباب وركب. يعني بالنسبة لي هي خير من 10 حدادة عندي أنا.